السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج تكتيك الذي يأتي بالتزامن مع بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المباراة الأولى انطلقت في البطولة الأسيوية بمواجهة أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي أمام المنتخب الوطني البحريني في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. نذكر بشكل عام بنتيجة المباراة الأولى والذي انتهت بالتعادل بهدف لمثل. منتخبنا الوطني تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد الرميح في الدقيقة 78، والتعادل عن طريق أحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 88 تحديدا بعد 10 دقائق من نهاية المباراة، قبل دقيقتين من نهاية المباراة. إذن هذه هي نتيجة المباراة. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، محلي قناة بحرين الرياضية الكابتن خالد جاسم وأيضا عبد العزيز بحاجي. هلا مرحبا. يا مرحبا. يا هلا فيكم. قبل ما ندخل في الحوار الفني نذكر المشاهدين بتشكيلة الفريقين اللي دخلوا فيها مدربي الفريقين إلى أرضية الملعب. نبتدي بمنتخبنا الوطني والتشكيلة اللي دخل بها المدرب ميروسلاف سكوب. دخل بسيد شبر، أيضا في خط الدفاع أحمد جمعة، وليد الحيام، عمد شمسان، سيد رضا عيسى. أما في خط الوسط كوميل الأسود، عبد الوهاب علي، سيد ضياء، سعيد، جمال راشد، علي مدن. في خط الهجوم جمال راشد ومحمد الرميحي. هذه هي التشكيلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي دخل فيها المدرب سكوب. أما التشكيلة اللي لعب فيها مدرب المنتخب الإماراتي فكانت على هذه النحو التالي مثل ما نشاهد على الشاشة. في حراسة المرمى خالد عيسى، بندر الأحبابي، خليفة مبارك، فارس جمعة، الحسن صالح، عمر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، وإسماعيل حمادي، وفي المقدمة دائما أبدا علي مبخوت. هذه هي تشكيلة الفريقين اللي انطلقت فيها المباراة. نتكلم بسعود عن النتيجة والرسم الفني اللي شفناه من شوي بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أتوقع خيارات كانت هي الأقرب، ممكن خيار ولا خيارين في خط الدفاع هما اللي كانوا مو واضحين بالنسبة للمتابعين، خصوصا أحمد جمعة تعودنا نشوفه موجود المدافع الآخر اللي هو أحمد عبد الله. عبد الله نعم. في خط أيضا قلب الدفاع تعودنا نشوف مهدي، ولكن أيضا اليوم شفنا وليد الحيام. وليد الحيام نتكلم، وحمد شمسان أيضا نعم. نتكلم عن رسم تشكيل والتكتيك اللي منتخبنا الوطني. اولا نقول مبروك لمنتخبنا هذه النقطه، ولكن كان من الامكان افضل مكان عطفا على مجريات المباراه. نعم. وعلى الاسلوب الذكي اللي انتهجه سكوب، وعلى التجهيز الذهني القوي جدا المميز من قبل الجهاز الفني، وايضا من قبل اللاعبين اللي ادوا على ارض الملعب. صحيح. مباراه افتتاحيه امام صاحب الارض والجمهور، ملعب الشيخ زايد، ملعب صعب مع هذا الكثافه الجماهيريه الموجوده اليوم. ليس من السهل ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه. نقول لهم مبروكين، لكن يعني ممكن أن يكون مشوار منتخبنا أفضل. نعم. التشكيل اللي بدأ اليوم الكابتن سكوب هو يمكن أفضل تشكيل موجود اليوم على 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 مستوى حتى المسابقة المحلية. يمكن أبتدي معك الأسماء الأبرز. نعم، الأسماء الأبرز يمكن تفضلت وقلت أن أحمد جمعة مكان أحمد عبد الله. نعم. أحمد جمعة هو سن أصغر، تحتاج هذه النوع من المباريات أن تكون حاضر ذهنيا بدنيا جاهز، لأن فيها سرعات تلعب مع منتخب الدوري الإماراتي. إيقاع اللعب هناك أسرع من إيقاع اللعب الدوري البحريني، وهذه شفناه اليوم اللي حاول منتخب الإمارات أنه يغلط منتخب البحرين بإيقاع اللعب السريع. بدأ بحاول أن إيقاع اللعب السريع وسجل هدف، لكن كان منتخبنا جاهز لهذا الموضوع، حاضر ذهنيا بطريقه ترابط الخطوط، يعني طريقه 4-2-3-1، كان في كثافه في العمق على الاطراف، فسكر المنافذ على المنتخب الاماراتي. كان المنتخب الاماراتي يلعب، حاول يلعب بين الخطوط، شفنا علي مبخوت، شفنا ايضا اسماعيل الحمادي، وايضا خلفان مبارك، نجحوا نوصلهم في هذه المنطقه. لكن المنتخب الاماراتي مثل ما شفنا ومثل ما قرينا عنه في اخر 18 مباراه احرز 10 اهداف، يعاني من العمق الهجومي، لكن ايضا كان المنتخب البحريني يرتد بسرعه ويغلق المنافذ. نعم. وعيسى إذا نتكلم عن الخطة اللي دخل فيها المدرب سكوب، نتكلم ممكن عن خيارات ممكن هي تعدل أبرز. في الجهة المقابلة كانت تتوقع خطة هجومية مميزة بالنسبة للإمارات، وقدرنا احنا ممكن نحافظ على شبكنا طوال ممكن 78 دقيقة. هو عطفا على المباريات الودية اللي خاضها سكوب في الآونة الأخيرة، أو يمكن آخر مبارتين يمكن ما كانت، يعني يمكن مبارتين مغلقة، ف
فبالتالي يعني هذه التوليفة الأخيرة يمكن هذه أنسب توليفة اللي ممكن يبتدي فيها مباراة اليوم. لذلك يعني احنا شفنا اليوم التكتيك الدفاعي على أعلى مستوى، تنظيم دفاعي جيد، اللهم يمكن العشر دقائق الأولى يمكن ما يعني شوي يمكن تفاجأنا بالرتم السريع للمنتخب الإماراتي، يمكن يعني يمكن في مناسبتين قال انه هو يسجل في انفراد صريح باسماعيل الحمالي اللي ابعدها شبر ركنيه. لكن طبعا بالتالي احنا شفنا اليوم منتخبنا الشوط بعد العشر دقائق شوي بدا يتحرر، بدا شوي يعني مثل ما تقول جاري المنتخب الاماراتي في الهجوم، ولكن نفس ما تفضل ابو سعود عندنا شوي الرتم يحتاج اسرع من 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 اللي شفناه اليوم، يمكن خاصه في النواحي الهجوميه والهجوم اللي من الاطراف. لذلك احنا كنا محتاجين يعني سرعه النقل شوي اكثر، خاصه من سيد ضياء اللي ساعات يمكن الهجمه توقف عنده يعني تتاخر ثواني، يعني تتيح فرصه للمنتخب الاماراتي انه يتوضع. لكن بشكل عام يعني يمكن اللي بغاه سكوب اليوم انه يطلع باقل يعني خسائر هو نقطه، وكان بالامكان انه هو ياخذ ثلاث نقاط لولا يعني يمكن ركلة الجزاء الأخيرة، وهذه بعد يمكن راجع لتقدير الحكم. يعني خلينا نتكلم أبو سعود، ممكن إحنا الشوط الأول تكلمنا عنه بعجالة، نتكلم أكثر عن سيناريو الشوط الأول. هل ممكن الصمود في أول 45 دقيقة هي دليل على أن الفريق حاضر ذهنيا في أرضية الملعب، خصوصا ذكرت بأن الملعب ممتلئ 40,000 متفرج، شيء مو سهل. شوف هي بدايه المباراه شفنا المنتخب البحريني يلعب اسلوب دفاعي متقدم نوعا ما، وهذا الاسلوب يخلي المنتخب الاماراتي انه لا ترى المنتخب البحريني حاضر وما بيكون متموضع في مناطق العميقه، بمعنى المنتخب البحريني ما راح يكون مدافع. هذه نفس عملت صدمه شوي نوعا ما للمنتخب الاماراتي. نجح المنتخب البحريني في هذا الاسلوب، مثل المنتخب البحريني بدا شوي نوعا ما في الحاله الهجوميه يكون افضل. قبل الدقيقه 20 كان المنتخب البحريني يفقد الكثير من الكور، كان يعمل على اصطياد الاخطاء واللعب خلف الظهراء لسرعه استغلال سرعه محمد الرميحي. اسلوب اللعب المباشر كان المنتخب البحريني هذا هو اسلوبه، اقل عدد من اللمسات يريد ان يصل المرمى المنتخب الاماراتي. هذا الاسلوب ينجح في حاله ان انت تمتلك نوعيه عاليه جدا من اصحاب التقنيه العاليه والاحتفال باللعب المباشر، بمعنى ان انت يجب ان تستغل امكانياتك لاستغلال هذا الاسلوب. شفنا كثير من الكرات فقدناها في نصف الملعب، لكن المنتخب الاماراتي ساعد المنتخب البحريني بعد الدقيقه 20 بدا يفقد تركيزه، بدات مساحات تبتعد عنده، بدا ايضا لاعبينا بدات وسط الملعب يكون في تنوع، علي مدن يدخل العمق، شفنا سيد رضا يبتدي يشتغل جهه اليمين، احمد جمعان شفناه الشوط الاول يتقدم نوعا ما لانه كان في مبدا التحفظ بمبدا او انه انت اخلص الشوط الاول بمبدا 0-0 لا يدخل علينا هدف. كان المنتخب البحريني كسيناريو الشوط الاول مشى على هذا المنوال، اسلوب اللعب مباشر بعدد اقل من اللمسات، لكن عاب كثره التمريرات الخاطئه هذا الشوط الاول. نعم وعيسى اذا بنتكلم ممكن عن التمريرات الخاطئه، فنحن نتكلم ممكن عن خسارة الكرة دائما في نصف الملعب، شنو أسباب خسارة الكرة المتكرر كان في الشوط الأول؟ في أول يمكن أول 25 دقيقة تكرر دي شيء كثير بالنسبة لي. هو قلنا الاستعجال وعدم التركيز هو دائما يعني اللي شفناه في أول 20 دقيقة تقريبا. خسارة الكرة بسهولة، الالتحامات كانت دائما تصب في مصلحة المنتخب الإماراتي. فكان يعني بالمفروض يعني من ناحية خلينا نقول خماسي خط النص يعني برغم مهاراتهم وتمتعهم بالمهارات العالية، لكن كانوا يفقدون الكرة بسهولة. يعني ما أدري هل هي يمكن رهبة البداية، يعني بشكل عام ما أعتقد أن في واحد منهم تنقص الخبرة. لعبوا مباراة دولية كثيرة سواء في تصفيات كأس العالم أو تصفيات كأس آسيا وحتى كأس الخليج طبعا، لكن يمكن رهبة المباراة الأولى في استحقاق كبير مثل كأس آسيا، ممكن ساعات بعض الأحيان اللاعب يمكن يفقد تركيزه للحظات، ولكن الحمد لله طبعا بعد هذه الفترة الفريق بدأ شوي ياخذ وضعه، خاصة في خط النص من ناحية التمريرات، من ناحية الفتح الملعب على الأطراف. شفنا يعني انطلاقات حق سيد ضياء ومن وراء جمال راشد وحتى احمد جمعه كان له محاولات، يمكن حتى نقول محاولات خجوله، ولكن كانت يعني تقوم بالمطلوب. جميل.
مسعود لما نتكلم عن الشوط الثاني شفنا الشوط الثاني مغاير بالنسبه حق الاحمر، شفنا اندفاع واصرار بدافع التسجيل، وهذا الشيء اللي ما كان موجود في الشوط الاول. وش اللي اختلف في الشوط الثاني؟ اللي اختلف انه كان في ادوار اضافيه للاعبين، تقدم احمد جمعه، عمل ثنائيات مع اللاعب سياد ضياء. من جهه اخرى نفس الشيء شفنا ايضا السيد رضا مع علي مدن اللي كان الابرز من جهه اليمين. شفنا من الشوطين شفنا هذا الثنائي قاعد يعمل، احنا حتى الهدف كان فيه عرضيه من سيد رضا. هذه الامور اللي شفناها في الشوط الثاني، زياده الادوار، ايضا حاله المنتخب الاماراتي. بدا المنتخب الاماراتي يشك في قدراته، بمعنى انه مع مرور الوقت وعدم تسجيل اي هدف يبتدي المنتخب الاماراتي في فقد الثقه نوعا ما. هذا اللي مكن المنتخب البحريني في الزياده العدديه، شفنا تقريبا اللي قبل تغيير زكروني للاعب سيف راشد ومحمد عبد الرحمن كانت الاستحواذ او كانت السيطره اكثر شيء لمنتخبنا البحريني. مثل ما قلت كان في زياده عدديه، كان في ثقه، كان في تقدم للظهراء، كان في تنوع نوعا ما. ايضا محمد رميحي اليوم عمل مشكله لقلبي دفاع المنتخب الاماراتي. هذه الامور كلها شفناها في الشوط الثاني، المنتخب البحريني افضل من الشوط الاول. لكن مع نزول سيد سيف راشد ومحمد عبد الرحمن المنتخب الاماراتي بدا التحول يصب في مصلحه المنتخب الاماراتي لغايه تسجيلنا الهدف الاول. جميل. وعيسى خلينا نتكلم عن الاحصائيات اللي يمكن اسفرت عنها نتيجه هذه المباراه. نتكلم عن التسديدات، كنا متساويين ممكن مع الامارات مع رغم خطوره الفرص اللي في الشوط الاول، لان الشوط الثاني بدينا احنا نتقدم، وهي دليل الارقام اللي نشوفها امامنا. وصلنا للمرمى، اختلف ممكن النسق واللعب بشكل عام في الشوط الاول عن الشوط الثاني، ودليل لهم الارقام 8 تسديدات بمعدل 8 تسديدات و3 تسديدات على المرمى بالنسبه للمنتخب الوطني، نتفوق على الامارات بتسديدتين الامارات. يمكن انت لاحظت الشوط الثاني يمكن الفريق يمكن التحرر اللي صار في خط الوسط اكثر، هذا اللي ساهم في تغيير نمط اللعب يعني نوعا ما. اعتقد نفس ما تفضل مسعود ان الادوار تغيرت، المدرب اعطى ادوار اكثر، يمكن التسديد حل من الحلول. اذا مثلا استعصى المدافعين او خط النص او الاطراف مال انما الدخول من الاطراف. لكن اللي شفناه طبعا في يمكن هجمه حق او تسديده قويه حق علي مدن، يمكن محمد الرميحي ما تعامل معاها بالتكنيك المناسب اللي انقذها حارس الامارات خالد عيسى اللي تالق فيها. بالتالي انت الحين في الفتره هذه تحتاج انك انت تعزز خط الوسط طبعا من ناحيه التسديدات او الاطراف. لذلك احنا شفنا سيد ضياء كان في له محاولات من جهه اليسار ومن وراء كوميل الاسود، يمكن في فتره من الفترات كوميل الاسود غاب يعني في يعني على الصبغه الهجوميه. هني انت لاحظت في طبعا الشوط الثاني كذا تسديده حق علي مدن، يمكن بعد اعتقد الكرات الثابته بعد ما استغليناها الاستغلال يعني الامثل. تلاحظ يعني يمكن كانت في مناطق جدا مميزه ومثاليه حق تسجيل الهدف. يعني بشكل عام يعني الشوط الثاني كان شوي بالنسبه لمنتخبنا افضل من الشوط الاول، خاصه على يعني خط الوسط. نعم. كابتن خالد انا ابقى مع ايضا الاحصائيات، نتكلم ممكن عن حالات التسلل. نتكلم من المنتخب الوطني في يعني 4 حالات تسلل، في حين الامارات حاله واحده. اتوقع كانوا الامارات يلعبون على مصيده التسلل، والدليل اليوم الارقام اللي شاهدها. واكيد يعني بالنسبه لحالة التسلل معناته ان انت قاعد تصل لمناطق المنتخب الاماراتي، لكن هنا الحاله هذه تحتاج ان اللاعب يكون واعي لكشف مصيده التسلل، ايضا يمكن للتفاهم موجود في رباعي المنتخب الاماراتي. لكن انا خليني ارجع الكلام اللي قال ابو عيسى، الركلات الثابته اللي هي الركلات الركنيه. دائما احنا اليوم خياراتنا في لعب الكرات او تنفيذ الركلات الركنيه واختيار الخيار الاصعب، بمعنى دائما نشوفهم يلعب على القائم الاخير والكره اللي المقوسه للخارج. تحتاج ان انت تلعب على المقوسه للقائم الاول، لان اكثر نسبه اهداف مقوسه للداخل على القائم الاول. دائما نرى ان اللاعب الاشول هو اللي ينفذ الركلات الركنيه، تلعب للقائم البعيد، فما كنا نستفيد صراحه من الركلات الركنيه اللي يعني حصلنا عليها. اتوقع يمكن نوعيه اللاعبين في وسط الملعب كلهم تقريبا او معظمهم يلعبون بالرجل اليسرى، فهذه يمكن شوي نوعا ما اللي خلت يعني اللي ينفذ دائما بالرجل اليسرى، لكن ما كان يعني في
الا ممكن حتى الهدف اتى من ركله ركنيه، لكن صحيح. كان يعني نتكلم عن الهدف. نعم الهدف يعني تموقع او تمركز مميز جدا محمد الرميحي واصراره ايضا على اللعب الكره الثانيه. محمد الرميحي كان يوم مميز، حاول اكثر من مره سدد ايضا في الزاويه الضيقه لك شالها خالد سعيد. فمحمد الرميحي اليوم كان شعله نشاط الصراحه اليوم على ارض الملعب، وكان مزعج جدا لرباعي الخط الخلفي المنتخب الاماراتي، وكان نجم يستحق الاشاده صراحه. اكيد ممكن نجم منتخبنا الوطني الاول. نتكلم عن هدف مميز ابو عيسى محمد الرميحي، اصرار على تسجيل الهدف طبعا لعبتين ممكن طبعا هو طول المباراه مشكل ازعاج خاصه ل السناتر الاثنين لما فارس جمعة وخليفة مبارك تحركاته بمشاغباته طبعا، وبس يعني كانت المساندة جدا متأخرة يعني ساعات في بعض الأحيان مثلا يستحوذ على كرة في الأطراف، يعني ما في هناك مساندة لا من الخط الوسط ولا من الظهير اللي يعني اللي يكون في نفس المنطقة، لذلك تنتهي الهجمة يا أما مثلا يحاول هو أنه هو يدور الحل الفري، ولكن امكانيات محمد الرميحي ما تساعده انه هو يكون عنده حل فردي، لازم يكون هناك في مسانده. لذلك في الشوط الاول ما كان هناك في المسانده الفعليه، لكن اختلف الامر في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان هناك ضياء سعيد، كان هناك كميل، كان هناك جمال راشد، كان هناك علي مدن، لذلك هني صار زادت الخطوره عند محمد الرميحي. لذلك حتى نفس ما قلت لك التسديده الاولى اللي حق علي مدن، ومحمد الرميحي على طول راح كمل الهجمه، لكن للاسف نفس ما قلت لك التعامل التكنيكي بالنسبه لهذه اللعبه ما كان موفق بالنسبه له، والله كان يعني يمكن يسجل حتى هدف وهدفين وينهي بالمباراه. نعم خلينا نتكلم ما بعد الهدف كابتن خالد وتغييرات المدرب سكوب. شفنا ممكن تغييرات شوي نوعا ما غريبه، عوده سيد ضياء الى موقع الظهير الايسر وخروج احمد جمعه ودخول مرهون اللي ممكن يعني تسبب في ركلة الجزاء. هل كان ممكن التبديل لسليم ولا كان ممكن من الأفضل دخول مدافع في جهة اليسار؟ أتوقع يمكن في لعبة شفنا أن في أحمد جمعة كان عانى فيها من شد أو من التعب، أتوقع هذا التبديل أن أحمد جمعة حس بتعب، شفنا تكثيف في الهجمات من السفق الإمارات على الهدف. نعم دخول لاعب سيف راشد، فكان في ضغط على جهة أحمد جمعة، فأتوقع أن سكوب شاف أن هذه يكون في ثغرة، وأحمد جمعة غير قادر أن يكمل المباراة وغير قادر أن يقدم المستوى اللي قدمه بالروح بالسرعة بالقوة، لأنه كان في تنشيط هجوم من قبل المنتخب الإماراتي. فأتوقع هذا التبديل لتعزيز الجهة اليسرى، ولكن في الأخير هي كلها تقديرات، كلها حسابات، كلها سيناريوهات توضع في الأخير. ركلة الجزاء هي ممكن يكون في تقديرية أكثر، يعني في بعض الحكام ما يحسبونها، الحكام يحسبونها، لكن ما قلت لك والتغييرات متى تغير؟ احيانا يكون في تغيير لغايه تنشيط عمل معين، مثل ما حصل مع المنتخب الاماراتي كان يبحث عن الهدف. احنا كان تغيير اتوقع اللي هو لسد خانه او لعمل التقويه لجهه اليسرى برجوع سيد ضياء، لكن هي كل بالاخير حسابات ممكن تصيب وممكن تخطئ. نعم وعيسى بالنسبه حق التغييرات هو شوف التغيير يمكن يعني اذا كان تغيير اضطراري لازم يكون مركز بمركز، يعني دخول احمد عبد الله انا بالنسبه لي شخصيا انه هو يكون الافضل. ليش؟ لان سيد ضياء لما تراجع الى الخلف وصل مركز الظهير فقدنا خطورته في الامام. انت كنت محتاج مثلا الامارات بعد ما انت تقدمت بهدف محتاج ان هناك يكون في جبهه مزعجه للفريق، لذلك لما تراجع سيد ضياء ورا زاد تكثيف الهجمات بالنسبه لهم. بالنسبة للمنتخب الإماراتي من جهة اليسار لو كان مثلا أحمد عبد الله لعب محل أحمد جمعة مركز بمركز كان بتستمر خطورة سيد ضياء اللي نعم. الشوط الثاني يعني بانت خطورته أكثر من الشوط الأول. نعم خلينا نتكلم أكثر عن ما بعد الهدف التعادل. أتوقع يعني كان في تحفظ نوعا ما للحفاظ على النتيجة رغم أن وجود عبد الله يوسف دخل، وأيضا شفنا تنشيط خط الهجوم سامي الحسيني في اخر الدقائق، يعني ممكن لاستهلاك الوقت، ولكن دائما كان يركز على الهجوم سكوب في هذه. اتوقع رضا سكوب بالنتيجه بعد التعادل، واتوقع حتى زكروني رضا بالنتيجه لان المباراه كانت صعبه على الفريقين، وشاف المنتخب الاماراتي ان المنتخب البحريني ليس المنتخب السهل، فالرضا بالنقطه اعتقد هو مكسب للفريقين. بالنسبه لنا احنا أنا بكل أمانة أقولها كان يعني المنتخب البحريني هو الأجدر بالفوز. يعني المنتخب البحريني لعب أسلوب ذكي جدا، اللي أراد سكوب ناله على أرض الملعب. المنتخب الإماراتي فاقد الهوية بكل أمانة. المنتخب الإماراتي من بعد
زكروني مسك المنتخب بعد مهدي علي لعب اكثر من اسلوب 3-4-3 4-2-3 4-3-3 حتى المباراه الاخيره مع المنتخب الكويتي خسرها. فالمنتخب الاماراتي يعاني بكل امانه. هذه لصالحنا. نعم لصالحنا اكيد. فيعني منتخبنا احنا اليوم اعطى مؤشر واعطى صوره ان المنتخب البحريني ممكن يذهب بعيدا يعني اكيد. بعد ان شاء الله نتاهل ولكن النقطه مو كافيه ابو سعود مو كافيه لكن نتمنى اعتقد المباراه القادمه للمنتخب البحريني المنتخب اللي راح يقابل المنتخب البحريني راح يكون حذر لان انت تاخذ نقطه من فم الاسد مثل ما يقول من البلد المضيف صحيح. من احد المنتخبات المرشحه عمل خمس معسكرات يعني ليس المنتخب السهل هذه يعني نقطه لصالح المنتخب البحريني كذهنيا ليس مباراه سهله مع منتخب تايلاند ولا الهند لا بس المنتخب البحريني دام انه هو قدر ياخذ نقطه اتوقع ان احنا مبارياتنا ليست بالسهله لكن المنتخب البحريني اتوقع انه ممكن يذهب بعد هذه البطوله. نعم. وعيسى رغم ان هذه النتيجه ويبقى التعادل الخاسر بالنسبه للمنتخب الوطني. هو اكيد يعني بالنسبه للفريق المستضيف ويعني البطوله على ارضه بين جماهيره وكان يعني يبغي مثلا دي المباراه تكون انطلاقته لمثلا خلينا نقول المنافسه على هذه البطوله. لكن يعني في نقطه مهمه جدا بالنسبه لمنتخبنا احنا لما تقدمنا بالهدف الاول كان يعني عندنا يمكن ربع ساعه واقل يعني كان مفروض عندنا ثقافه الاستحواذ اكثر حتى التغييرات مثلا اللي بيسويها سكوب لازم يكون اللاعبين اللي بيدخلون عندهم قوه في الاستحواذ ليش صحيح. انت تبغي لما تستحوذ اكثر راح تجبر المنتخب الاماراتي انه هو يتقدم وتستغل المساحات اللي ورا خاصه اذا عندك لاعبين سريعين يعني خلف المهاجمين يعني تستغل مثلا خطوره الرميحي ورا المهاجمين لذلك احنا يعني معلش احنا يمكن الصبغه الهجوميه مطلوبه في يعني بعض الاوقات لكن انت في نهايه اللعب انت يعني سويت ثلاث تغييرات هجوميه يعني صحيح. فبالتالي انت يعني هذه فيها مجازفه نوعا ما يعني الحمد لله يعني ان احنا قدرنا مثلا نحافظ على النتيجه ولو ان احنا كنا نطمح للافضل اللي هو الفوز بس الحمد لله يعني جات نقطه ولا يعني فقدان يمكن تفضل بس اعرج على كلام بعيسى الاستحواذ صح كلامه لكن احنا كمنتخب البحرين بدايه الشوط الاول كان اسلوب اللعب مباشر هذه انت اللاعب البحريني خلاص يكون متبرمج انه خلاص يلعب اسلوب اللعب مباشر بمعنى ان تغيير الاسلوب من يعني من 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 فتره الى فتره اثناء سير المباراه تحتاج الى ثقافه تحتاج الى نوعيه عاليه جدا تحتاج الى ممارسه تحتاج ايضا الى ثقه يزرعها المدرب في نفوس اللاعبين انا ما يعني ما بالعكس جهد لا مو تقليل جهدهم يشكر بالعكس اليوم تجهيز ذهني وفني وتكتيكي عالي المستوى لكن انا اتكلم عن مبدا ان انت شلون تحاول ان تستهلك الوقت بطريقه ان انت ممكن تفتح الخصم هذه تحتاج الى نوعيه خاصه تحتاج الى ممارسه تحتاج الى خبرات كبيره اكيد خلينا نتكلم ابو سعود عن القادم طولنا صفحات مباراه الافتتاح امامنا مبارتين من المفترض ان احنا ندخل بصوره افضل من اللي دخلنا عليه في هذه المباراه وخصوصا احنا اذا كنا نبحث عن ممكن صداره المجموعه. اكيد يعني احنا نبحث عن التاهل المركز الاول او المركز الثاني وايضا في فرصه لافضل ثلاث مراكز المركز اربع مراكز المركز الثالث. المباراه القادمه احنا يمكن طوينا صفحه واكتسبنا منها خبرات، اكتسبنا منها الثقه في النفس. اكتسبنا ايضا احترام من قبل المنتخبات جميعا مثل ما قلت لك المباراه الاولى امام بلد المضيف كنت متقدم وهو تعادل معك هذا معناه ان المباريات القادمه الفرق الاخرى راح تحسب لك الف حساب لكن على المنتخب البحريني ان يستمر التجهيز الذهني بشكل افضل والتجهيز الفني ايضا ويكون سكوب ايضا هذه المباراه درس له بمعنى ان لو كان متقدم كيفيه ان يكون في حل افضل هل يكون في زياده في وسط الملعب؟ هل يكون في تغيير في الاساليب؟ الخصم راح ممكن يكون ممكن ركلات الجزاء كانت ظالمه شوي ممكن هي في الاخير يعني لا شعوريا انت راح تراجع للمحافظه على مرماك بمعنى ان انت امام هذا الضغط راح تفكر ان انت كيف انا احافظ على الهدف؟ هذا راح يكون في ايضا بمعنى انه يكون في ضغط عليك من قبل المنتخب قوي منتخب الاماراتي حتى لو كان نازل مستوى لكن يبقى منتخب قوي نعم. يعتمد على عناصر مميزه وقادر ان هي تنهي الهجم في اي لحظه علي مفوت احمد خليل المنتخب البحريني قدر واعتقد انه سكوب ممكن عنده افضل الحلول على دكه البدلاء عبد الله يوسف سامي الحسيني
محمد مرهون ممكن يتعامل مع المباراه القادمه بشكل افضل. ايضا راح تشوف المباراه القادمه المنتخب الهندي مع المنتخب التايلندي ويضع سيناريوهات محتمله للمباراه القادمه. اكيد ابو عيسى نبني على هذه المباراه بعد هذه النقطه. اكيد عندنا 6 نقاط قادمه، شلون ممكن احنا ناخذ ال6 نقاط الجايه؟ أنا أقول لك يمكن المباريات اللي بنلعبها مثلاً مع تايلاند مع الهند يمكن بتكون أصعب من مباراة الإمارات. ليش؟ لأن ذي الفرق من الفرق المتطورة، وللأمانة خلني أقول لك إن عندهم مسابقات دوري أقوى من دورينا، يعني سواء الدوري الهندي أو الدوري التايلندي. يعني الدوري الهندي فترة من الفترات لعبوا فيها أسماء رنانة يعني، فذلك أكيد يعني راح ينعكس إيجابياً على المنتخب. لذلك إحنا يعني عطفا على مباراة بكرة اللي بيلعبونها الفريقين، يعني لازم سكوب يبني خطة الجاية حق المباراة القادمة على هذا الأساس. لذلك الحين أنت تحتاج أول شيء التركيز وعدم الاستهانة بهذه الفرق، لأن هذه الفرق من الفرق المتطورة أو خلينا نقول اللي يعني قفزت قفزة كبيرة في الكرة الآسيوية. كابتن خالد قبل ما نختم ممكن رسالة أخيرة توجه للاعبين للقادم يكون أفضل بإذن الله؟ نقول لهم أولاً هارد لكم، مشكورين على الأداء اللي شفناه اليوم على أرض الملعب، وهذه ما غريبة عنكم عليكم، ترى إحنا كلنا ثقة فيكم والقادم أصعب، لكن أنتم قادرين إن شاء الله بإذن الله أن تتخطون هذه المرحلة وهذه المجموعة. الشارع الرياضي يثق فيكم، ما نطلب منكم الكاس بكل أمانة، نطلب منكم ظهور مشرف ولكل حدث حديث. احنا بس خلينا نتأهل من هذه المجموعة. اكيد تكون مباريات اصعب، نواجه منتخبات اصعب، لكن خلينا ناخذها مباراة مباراة. بمعنى احنا اليوم تعادلنا مو معناته ان احنا تأهلنا الدور الثاني، لان مباراة القادمة مباراة صعبة لها اساليب، منتخبات اساليبها مختلفة، قدراتها مختلفة. احنا اليوم ديربي خليجي، مباراة القادمة مباراة مع دول من وسط اسيا او من شرق اسيا، فالمباريات تختلف لها تحضيرات مختلفة، فيجب عدم الاستهانة بمنتخبات الهند وتايلاند. نعم أبو عيسى، رسالة توجه للاعبين الأحمر للمبارتين القادمتين. طبعا اللاعبين كفوا ووفوا وما قصروا اليوم، يعني نفس ما قلنا يعني هذه حدود اللي قدرنا نسوي اليوم، وأعتقد أن عندهم وقادرين يعطون الأفضل. لكن المفروض اللاعبين الحين يستغلون وجودهم في هذه البطولة، يستغلون الأجواء لزيادة الخبرة لزيادة الاحتكاك، هذه طبعا على المستوى الشخصي بيكون يعني جدا مهم بالنسبة لهم الاحتكاك مع الفرق الأسيوية، وهذا يمكن بيكون يعني خلينا نقول يعني دافع لهم للتغلب في المباريات القادمة إن شاء الله. يمكن وصلنا لنهاية الفترة الأولى من هذه الحلقة، شكرا لك كابتن خالد، شكرا لك كابتن عبد العزيز حجي. ننتقل الآن إلى الزملاء محمد الشرقاوي والمحلل الفني محمد الحسين لتحليل أكثر بالتكنولوجيا الفنية وتحليل أحداث المباراة من خلال التكنولوجيا مع محمد الشرقاوي. محمد كلمة لك. شكرا لك عيسى، طبعا نرحب فيكم في الضيوف الموجودين عندك، يعطيكم الف عافيه. لكن انا خلوني ارحب اولا بالمشاهدين، يا هلا مرحبا فيكم في تكتيك، واكيد تحليل فني وتكتيكي بعمق اكثر لمباراتنا اليوم، مباراه المنتخب البحريني والاماراتي في افتتاحيه نهائيات كاس اسيا. لكن خلوني ارحب بدايه بضيفي في حلقه اليوم المحلل الفني محمد الحسيني، مرحبا فيك محمد. يا هلا مرحبا فيك اخوي محمد، ارحب فيك وارحب في الساده المشاهدين. والله ما اعرف محمد اقول مبروك ولا هارلك، لكن اللي اعرفه يعني محمد إنها كانت نتيجة إيجابية، والتفاؤل اللي كان في الشارع الرياضي كان في محل الأمان. أكيد نتيجة إيجابية، وبنتكلم عن هذه النتيجة وكل تفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل ونواصل بعد. عودة إليكم أعزائي المشاهدين، أكيد وحديث عن مباراة المنتخب اليوم. في البداية
خلونا طبعا يعني نشكر الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم وحسن الضيافة لجميع المنتخبات واستقبالهم وتسهيل كل أمور الوفود اللي موجودة من منتخبات مشاركة وأيضا من الجماهير اللي تواجدت في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندة فرقها، وأكيد جماهيرنا البحرينية اللي كانت موجودة اليوم لمساندة منتخبنا الأحمر اللي يعني قدم أداء مرضي نوعا ما، يعني نتيجة نعتبرها إيجابية نقطة ثمينة، ونقول أول الغيث نقطة في هذه البطولة إن شاء الله تكون هي النقطة اللي تأهلنا للدور الثاني. محمد بنبتدي معك أكيد في الأمور الفنية أكثر، وبندش أكيد في مدربين لهم باع مع منتخباتهم، مدرب المنتخب الإماراتي أو المدرب منتخب البحريني أكيد صار لهم فترة مع منتخباتهم وعندهم نقدر نقول استراتيجية وأسس ماشيين عليها لبناء نظام اللعب. خلينا نتكلم عن منتخبنا البحريني في البداية عطفا على النتيجة اللي طلع فيها، شلون تقدر توصف مباراة اليوم تحديدا من جانب المنتخب البحريني؟ طبعا محمد قبل ما ندش في الأمور الفنية، أول شيء لما تحكي عن الأمور الفنية لازم تحدث هو عن الفلسفة، فلسفة كل مدرب يكون تكون عنده فلسفة معينة. فاليوم سكوب يعني عنده وايد انتقادات وفي وايد أمور انقالت عن سكوب، لكن للأمانة سكوب اليوم يعني الفلسفة اللي هو عنده كانت جدا ممتازة هي الانضباط. هذه الفلسفة محمد ما تكون عادة، الفلسفة هذه محمد عادة تكون من ناحية الانضباطية، يعني عندنا مثل جوزي مورينيو مثلا في مانشستر يونايتد، هذا المدرب يكون عنده فلسفة دفاعية مثلا. يعني اليوم سكوب من ناحية الانضباط، من ناحية الانضباط المنتخب كان منضبط بشكل كبير جدا، وهذا الشيء يحسب حق المدرب سكوب. يعني لو نقارن سكوب اليوم في خوسي مورينيو مثلا، خوسي مورينيو في مانشستر يونايتد عنده فلسفة دفاعية، ولكن من ناحية فلسفة النادي فلسفته هجومية. فهاي الموضوع لازم يكونون المدرب والمنتخب أو النادي لازم يكونون على توافق معين. صحيح. فبالنسبة حق زاكيروني في تضارب بين فلسفته وبين فلسفة المنتخب الإماراتي. إشلون؟ طبعاً زاكيروني اليوم يلعب أو يحب دائماً يلعب بالثلاثة أربعة ثلاثة. نعم. منتخب الإماراتي يلعب بالأربعة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة. بالفعل. فهاي الموضوع يتضارب عن زاكيروني وشفناه اليوم في أرض الواقع، شفناه في الملعب. إشلون؟ مثلاً اليوم في الشوط الأول كان في ستايلين لعب في زاكيروني، أول 20 دقيقة ستايل مختلف وبعد 20 دقيقة ستايل مختلف ثاني. صحيح. إشلون؟ فأول شيء نبتدي بتشكيلة الفريقين. أكيد. عندنا طبعاً خالد عيسى في حراسة المرمى. نعم. فارس جمعة اللي هو خليفة مبارك، بندر الأحبابي، الحسن صالح في النص، عندنا خميس إسماعيل وعلي سالمين، وعندنا عامر عبد الرحمن، وأيضاً عندنا في الناحية الهجومية إسماعيل الحمادي وعلي مبخوت، واللي هو اللاعب رقم 21 هو خلفان مبارك، هو المفتاح حق المنتخب الإماراتي. المنتخب البحريني كان يلعب 4-5-1 اللي هو سيد شبر وشمسان ورضاوي عندنا في الظهير اليمين، وعندنا وليد الحيام، أحمد جمعة، عبد الوهاب علي، كومين الأسود، جمال راشد، علي مدن، وسيد ضياء، وفي الهجوم كان محمد الرمح. طبعا المنتخب الامارات نفس ما قلنا لعب الشوط الاول على فترتين، والمدرب زاكيروني غير هاي الاساس على حسب اداء المنتخب البحرين بالفعل. فشفنا في الاول 5 دقائق اللي هو اسماعيل حمادي عمل، كان في برس عالي من هذه المنطقه، وخذ الكره من رضاوي، وكانت في هجمه جدا خطره في الدقيقه الخامسه حق اسماعيل حمادي، كان فيها المنطقه تالق فيها الحارس سيد شبر. شوف هذا الهدف محمد لو داخل كان ممكن ان المباراه تتغير راسا على عقب. اكيد ان الهدف في اول 5 دقائق تغير كل شيء في بعثر اوراق المدرب. بعثر اوراق المدرب صحيح. وبعدين انا متى حطيت بالي ان في ستايل غير او الرسم التكتيكي كان مختلف. نعم. هني يوم بندر الاحبابي بدا يعمل الاوفرلاب في الدقيقه الثامنه. بندر الاحبابي محمد من المفترض انه هو ظهير ايمن بالضبط، فكان يزيد كان يكون بهالطريقه في الجناح، خلفان دائما يدش يضم في هذه المنطقه. لا. واسماعيل يكون في هالمنطقه طبعا مع زياده الهجوميه حق الثلاث المحاور.
فهذه كانت طريقة تقريبا المنتخب الإماراتي في أول 20 دقيقة. الثلاثة اللي وراه كان اليسار يضم، صحيح، واليمين بندر كان يصير كجناح أيمن. نعم. هذه بالنسبة حق المنتخب الإماراتي وأول 20 دقيقة شلون الطريقة. شو اللي تغير خلى المنتخب الإماراتي أو ذكروني تحديدا يغير من شكل المنتخب الإماراتي وتكتيكه من بعد العشرين دقيقة؟ طبعا اللي غير نفس ما قلنا اللي هو ذكروني عمل أو عمل تغيير على أساس المنتخب البحريني. المنتخب البحريني بالفعل. فش اللي صار محمد بعدين؟ اللي صار أن رضاوي ما كان يدخل أو ما كان في أي أوفرلاب من الأظهرة، فهاي عطى المنتخب الإماراتي الشجاعة ان الحسن صالح يعمل ايضا اوفرلاب. نقدر نقول هذه في الغالب تعليمات سكوب ان سيد رضا عيسى او رضاوي ما يتقدم، لان احنا اللي معتاد من رضاوي دائما ما يكون مساند للهجوم ودائما ما تكون عنده انطلاقه. بالفعل محمد هي مباراه افتتاحيه، الحذر موجود في هذه المباراه، فهذه هاي كان المتوقع عن سكوب الانضباط في الدفاع او الفريق كله، كل لاعب تحس عارف وين يتحرك شنو المهام اللي عنده، خاصة مثلاً عندنا كومين الأسود أو عبد الوهاب علي، فهاي الموضوع كان متفق عليه بالتأكيد إنه ما يكون في أوفرلاب، خاصة نفس ما قلنا إذا تستقبل هدف في مباراة افتتاحية أو في أي مباراة ثانية يعني هاي الشيء راح يأثر عليك وراح يغير من تكتيكك. صحيح. أثناء المباراة. المباراة. بالضبط. فلكن في نقطة محمد سلبية كانت حق المنتخب الإماراتي حبيت أتحكي عنها. أكيد. شنو هي؟ هي عامر عبد الرحمن. نعم. طبعا عامر عبد الرحمن هو دائما الستيشن او المحطه الوحيده اللي كان يصعد عليها المنتخب الاماراتي. صحيح. فهاي الشيء شكل ضغط على عامر. منتخب الامارات شلون كان يلعب محمد؟ كان يلعب بهذه الطريقه، بندر يكون موجود صحيح في هذه المنطقه، خلفان يكون موجود في هذه المنطقه، اسماعيل، خميس اسماعيل، علي سالمين، وعمر دائماً هو المحطة الوحيدة اللي تستلم الكرة. يعني هو صاير اللاعب اللي تقريباً بوكس تو بوكس وقاعد يستلم من الخط الخلفي ويربط الخطوط كلها بين خط الوسط وخط الهجوم، فصار العبء الأكبر في مسألة بناء الهجمة على عامر عبد الرحمن. عامر عبد الرحمن بالضبط. هاي الشيء صار في خطأ في الدقيقة 36 عند عامر عبد الرحمن في التمرير، وكاد إن تكون هجمة جداً خطرة حق المنتخب البحريني. نعم. ومنها حصل الانذار. صحيح. هذا الانذار في رايي كانت نقطه تحول في المباراه، لان من عقبه ايضا خميس اسماعيل تلقى الانذار الثاني. تخيل انت عندك لاعبين في المحور يحصلون انذار في الشوط الاول، هاي الشيء ممكن ياثر حتى على قراراتك في الشوط الثاني. شكل ضغط على المدرب وعلى اللاعبين نفسهم. بالضبط. هاي الشيء اثر للامانه. وعندنا بعد محمد المنتخب البحريني، لان عامر كان دائما موجود في هذه المنطقه. صحيح. فدائما هني بدأت المساحات تبتدي في مجرد ما المنتخب الإماراتي بدأ يعمل الأوفرلاب عن طريق الظهيرين. إيه؟ نعم. فهني بدأت المساحات تظهر، وشفنا يمكن هجمة خطرة من جمال راشد في الدقيقة 20 من يعني كان سولو. صحيح. تقدم شكل لعبها بكرة جدا جميلة حق محمد الرميحي. شفنا. نعم. هجمة ثانية دقيقة. صحيح. 25 ايضا عن طريق محمد الرميحي. هدف محمد الرميحي، محمد مايا من يطريج، يعني محمد الرميحي مايا من الفارق. يحاول بشكل خطوره، يعني سبب ازعاج للدفاعات الاماراتيه، يعني كان دائما تحركاته ايجابيه، قاعد يحاول يشكل خطوره، يحاول يستلم كره، يحاول يبحث عن الفرصه وانصاف الفرص، وهذه ما فعلها يمكن بشكل كبير في المباراه في 90 دقيقه كامله. بالضبط. يعني محمد الرميحي نفس اللي يسويه في الدوري المحلي طبقها اليوم مع المنتخب، دائما يساعد، دائما ينزل واتى بثمار هذا التحرك. بالضبط. دائما ينزل يساعد جمال، دائما هم يكونون الاثنين او اللاعبين اللي تشوف بينهم كيمستري. صحيح. في الكرات او في ال1 2. نعم. فمحمد الرميحي عمل شغل جدا جميل اليوم في الثلث الهجومي حق المنتخب البحريني. صحيح. فمحمد الحين لو بناخذ لقطه سيد ضياء في الدقيقة 36، هذه اللعبة اللي كانت يعني تقريبا اللعبة الأخطر اللي كان ممكن يكون منها هدف، لو نشوف حركة اللاعبين وانتقالهم ويعني الضغط اللي شكلوه على المنتخب الإماراتي والانتقال السريع، هذه دائما ما كنا نتكلم عن الترانزيشن الهجومي، التحول الهجومي اللي دائما ما يكون عندنا في الغالب بطيء، استغليناه في هذه النقطة وقدرنا ان احنا يعني في لعبة واحدة يكون فيها تحول للهجوم بشكل سريع
نشكل خطورة، لكن للأسف ما استغليناها وما ختمناها بالشكل المطلوب. صحيح. هذه اللعبة محمد جاءت في الدقيقة 36، أتوقع نعم. كان فيها قرارين خاطئين، أولا من علي مدن، ثانيا من السيد ضياء. طبعا لو قرار واحد من القرارين كان صحيح أتوقع كان في هدف حق المنتخب، كان ممكن احتمالية الهدف تكون أكبر. بالضبط. خلينا نشوف اللقطة البطيء. الكرة طبعا بدأت مع كوميل الأسود، صحيح، هذه المنطقة اللعبة علي مدن في ضغط من سالمين، نعم، لعبة واحدة سيد ضياء. لو بنلاحظ محمد في زيادة عددية حق المنتخب البحرين، 4 على 3 في رأيي ممكن كان علي مدن، لو بنشوفها مرة ثانية ممكن كان علي مدن يزيد في الدخول والاستغلال، يدخل على العمق أكثر، أكثر نعم. يسحب المدافع رقم 4 خليفة يلعبها على اليسار حق سيد ضياء، تكون هذه الطريقة بتكون 3 على 2. جميل. شيء ثاني، حتى سيد ضياء نفسه بمجرد ما استلم الكرة دايركت لعب الكروس، صحيح. كان ممكن ياخذها، ينتظر علي مدن يدخل على العمق وتصير مثل 1-2 وانا استغربها للامانه من السيد ضياء، يعني اللي يتابع السيد ضياء في الدوري الكويتي مع النصر الكويتي دائما ما يكون في هذه الوضع، دائما ما يكون في هذه السيتويشن، وغالبا يعني يتخلص من هذه السيتويشن بشكل بسيط، دائما ما يغير الدايركشن او يغير اتجاهه بالكره، يعطي ستيميليشن مثل انه راح يمرر الكره او يشوت وياخذ واحده وثنتين يفضي حق روح المساحه. اليوم ما استغل هذه المهارات اللي معتادين منه نشوفها، ومعتادين انه هو يكون في هذه الوضع، يعني ياخذ قرارات افضل من القرار اللي اتخذه اليوم. صحيح، بهاي شيء طبيعي محمد، ان انت يعني لو تلعب في الدوري مباراه اكيد الضغوط عليك مو مثل ما تكون انت في كاس اسيا، فهذه المباريات او هذه البطولات نلعب على جزئيات بسيطه نعم. فهني يقرر من هو البطل، من عند القدره صح. انه يتحكم في اعصابه في جزء من الثاني ويتخذ القرار الصحيح. هاي الفرق بين لاعب اللي سعره مليون او 100 مليون مثلا، صحيح. فشنو صار بعدين؟ المنتخب بدا يهجم وشفنا هجمه، كان عمل بريس هنا علي مدن في رمي التماس في الدقيقه 44، تحصلوا على خطا صوبها، كان بالامكان انه يسجلون هدف، لكن بشكل عام التصويبه اللي تابعها محمد الرميحي ايضا، اي نعم التصويبه اللي تابعها محمد الرميحي لكن ما احسن استغلالها. بالضبط هذه كانت في بدايه الشوط الثاني. بشكل عام المنتخب اتوقع انه ادى شوط اول جدا جميل، كان في كومباكتنس، الفريق كله كان يتحرك ككتله واحده، كان في هذه المساحه محمد، هذه المساحه جدا مهمه كانت، ان نعم. علي مبخوت ما كان يستلم كره في هذه المساحه، دائما نعرف خطوره علي مبخوت في هذه المنطقه، دائما علي مبخوت يكون خطير في هذه المنطقه، صحيح. فهاي الشيء اللي حد منه اللاعب كوميل الاسود واللاعب عبد الوهاب، اي فهاي الشيء صراحه يحسب حق المنتخب، ما كان في اي حل محمد حق المنتخب الاماراتي الا من الدخول من الاطراف فقط، قلنا بندر في هذه والحسن صالح، وطبعا تحرك خلفان مبارك الى هذه المنطقه، كان يحاول يدخل خلفان الى العمق، لكن دائما ما نشوف، كان في ضغط من لاعبين المنتخب البحريني، اتوقع هاي سكوب يعني كان في تعليمات بخصوص خلفان انه لازم ما يستلم خلفان او ما يقترب اكثر من المنطقه، لان متى ما اقترب من المنطقه راح تكون لعبه وان تاتش حق علي مبخوت، خاصه يلعبون في فريق واحد مع الجزيره وعندهم كمستري اثنين مع بعض، تفاهم جدا جميل، يعرف متى اللاعب يتحرك متى الثاني يتحرك، فهاي الشيء جدا جميل ويحسب حق المنتخب البحريني، لعب بالاسلوب الهجمه المرتده ولعب ايضا بطريقه دفاعيه جدا ممتازه. وبالنسبة حق المنتخب الاماراتي قلنا لعبها على فترتين، لعب ال 4-3-3، اعتمد على الاوفرلاب من اليمين ومن اليسار في البدايه، هذه كلها في الشوط الاول، هذه كلها في يعني الشوط. المنتخب الاماراتي حاول يعني بجد واجتهاد في الشوط الاول انه يغير من اسلوب اللعب ويتعامل مع اسلوب لعب المنتخب البحريني، لكن طلع بنتيجه سلبيه من الشوط الاول. بالضبط طلع بنتيجه سلبيه، وهذه اذا يدل على شيء انما يدل على ان يعني سكوب قرأ قراءه جيده للمنتخب الاماراتي وتمكن من انه يطبقها على ارض الواقع. للامانه نعم، تمكن يعني بشكل جدا ممتاز حتى للدقيقه 90 حتى في الشوط الثاني، يمكن اللي يعيب على سكوب التاخر في التبديل هاي فقط الشيء الناحيه اللي يعيب على سكوب، لكن هو كان شايفه من نظره ان المنتخب او اللاعبين ال11 لاعب اللي في الملعب
قاعد يعني يطبقون تعليماتي بحذافيرها. صحيح. فأنا ليش أغير؟ ممكن تتغير بعض الأحيان إلى التنشيط، لكن اللاعب الثاني لما يدخل ما يعمل نفس اللاعب الأول حتى لو كان يعني أجهز منه. أكيد. الشوط الثاني، شو اللي تغير في الشوط الثاني محمد؟ اللي تغير إن شفنا في أول ثلاث دقائق اللي هو تقدم لاعب السيد رضا سيد عيسى، رجع إلى دوره الطبيعي. أول ثلاث دقائق رجع إلى دوره الطبيعي بالفعل، يعني شيء مستغرب كان إنه. وبعدين عقبها بدقيقتين شفنا أحمد جمعة في هذه المنطقة، المنتخب البحريني بدأ يهجم، بدأ يفعل الأطراف. نقدر نقول باغت المنتخب الإماراتي بالأسلوب. باغت وخذ الثقة، أهم شيء إنه خذ الثقة. خذ الثقة. دخل في أجواء المباراة في الشوط الثاني. بالضبط، دخل في أجواء المباراة، وهني شوي المنتخب البحريني صار أخطر وأخطر. قلنا محمد ليش أو شنو الإنذارات اللي أثرت على المنتخب الإماراتي، فاضطر المدرب إنه يعمل تبديلين بالفعل، فخرج اللاعب عامر عبد الرحمن في رأيي من أهم اللاعبين، ممكن محطة جدا مهمة، دخل عامر عبد الرحمن وبعدين دش سيف وطلع خلفان. طبعا هذا التبديل ما نقدر نقول سلبي أو إيجابي، سيف للأمانة بدخوله شكل خطورة، شكل جدا خطورة، واحتوى تقريبا هذه المنطقة محمد، احتوى هذه المنطقة وعمل يعني كذا كروس في الشوط الثاني، وكان صحيح مصدر خطورة للأمانة لاعب سيف. نعم. وعامر عبد الرحمن أو عامر عبد الرحمن للأمانة ما يعني ما أضاف أي شيء، محمد عفوا محمد عبد الرحمن ما أضاف للأمانة شيء يحسب له في المباراة، حتى الزيادة العددية اللي هو معروف فيها ويدخل إلى البوكس ما شفنا أتوقع ولا مرة دخل إلى البوكس اليوم، بس نفس ما قلنا الإنذارين هو أثروا على المنتخب الإماراتي. نعم. بعدين محمد المنتخب الإماراتي أو المنتخب البحريني بدأ يهجم، أكثر عن طريق الثقة أكثر. بالضبط، عن طريق علي مدن التصويب اللي تحدث عنها، وأيضا وجود الرماحي في المنطقة الصحيحة. دائما يعني مهاجم يعني يحسب حق الرماحي، محمد الرماحي يحسب له في المباراة، دائما ما كان حاضر في كل الألعاب اللي كانت قريبة من منطقة جزاء المنتخب الإماراتي، في كل لعبة كانت الحالة الهجومية هو كان في الموقف الصحيح في المكان الصحيح في التوقيت السليم، لكن كان في بعض اللعبات نقدر نقول العيب عليه الفينيشينج أو اللمسة الأخيرة. بالضبط، أنت محمد كمهاجم أوكي الفينيشينج مهم، صح الفينشنج مهم صح لأي مهاجم في العالم، لكن التمركز والتواجد في المنطقة الصحيحة في الوقت المناسب هاي الشيء المهم حق المهاجم. فالرميحي اليوم حاول مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس سادسة سجلها. صحيح. هاي الشيء يحسب طبعا من ضربة ثابتة في دقيقة 77، هاي الشيء يحسب حق المهاجم. نعم. الرميحي. بعدين محمد اللي صار إن المنتخب الإماراتي خلاص يوم تسجل عليه الهدف خلاص الكل في الكل، لعب الكل في الكل، ودخل اللاعب اللي هو احمد خليل. احمد يعني خليل اخر الحلول وما عنده شيء يخسره. بالضبط، ما عنده شيء يخسره، لعب الكل في الكل. دخول احمد خليل اتوقع بعد متاخر، كان المفروض يدخل اتوقع من بدايه الشوط الثاني، لان اساسا الثلاث المحاور اللي كانوا يلعبون سواء علي سالمين او عامر عبد الرحمن الشوط الاول. نعم. وخميس اسماعيل، الثلاثه يعني تحس انه ما كان في زياده عدديه ابدا في الهجوم، فدخول احمد خليل كان جدا مهم حق المنتخب الاماراتي. وشفنا دقيقه 85 كره خطره من عن طريق سيف راشد، سيف راشد ايضا عرضيه جدا خطره. صحيح. الى ان اتى الهدف اللي هو من ضربه جزاء. من ضربه جزاء، اي يعني هذه يعني ضربه الجزاء يمكن انا شفت الاعاده مرارا وتكرارا، نقدر نقول يعني ما وفق فيها الحكم من وجهه نظري الخاصه، اكيد خبراء التحكيم يقدرون يتكلمون فيها، لكن صح. من وجهه نظري اللعبه في الاساس فاول حق محمد مرهون، دخول لاعب منتخب الاماراتي احمد خليل اعتقد كان معاه في اللعبه، دخوله بالاتكاء على ظهر محمد مرهون كان في التحام فيها فاول، ايضا وليد الحيام كان حاجب الرؤيه عن محمد مرهون فهو ما يشوف الكره نزلت من وراء وليد الحيام على يد محمد مرهون، فاعتقد ما فيها. لو بنتكلم عن منتخبنا البحريني محمد، يعني المنتخب من بعد ركله الجزاء والتعادل حاول انه هو يصحح الامور،
لكن شنو النقاط السلبيه اللي ممكن يركز عليها سكوب حق الجوله القادمه؟ للامانه محمد كنقاط سلبيه طبعا شوف كل مباراه لها ظروفها، كل مباراه اسلوبك راح يختلف اكيد. فاحنا اليوم انا الامانه ما اشوف اي شيء سلبي حق سكوب ما عدا التاخير في التبديل. لما بتواجه تايلاند، لما بتواجه الهند، انت الاسلوب مالك اتوقع راح يتغير. صحيح. يعني ما اتوقع المنتخب البحريني راح يلعب على الدفاع او يلعب بالمرتده. هني الامتحان حق سكوب، انا هني في رايي الامتحان الحقيقي حق سكوب، لان كسكوب كمدرب منضبط يلعب على الانضباط في النواحي الدفاعيه، انت شلون تحول هاي الشيء الى النواحي الهجوميه؟ هاي الامتحان الحقيقي لما المنتخب البحريني ياخذ كره يلعب على الاسلوب الغير مباشر، يهجم اكثر، يصنع فرص. هني راح تبين لمسه سكوب. المرونه التكتيكيه اللي نتكلم عنها هني، هل نقدر نقول اللي يحتاج ان مدربنا او سكوب هو من يتمتع بالمرونه التكتيكيه او الادوات اللي موجوده عنده؟ لا اكيد الادوات موجوده محمد، الادوات موجوده عند سكوب، لكن هو على حسب نفس ما قلنا على المدرب، هل في خطط؟ هل في بلان A؟ هل في بلان B؟ هل في بلان C؟ هل في بلان حق كل منتخب؟ هل هو دارس المنتخب الهندي، دارس المنتخب التايلندي او لا؟ هاي كل هالامور محمد، لان انت كمدرب ما راح تحط 11 لاعب في الملعب وخلاص. صحيح. لازم تكون قاري الفريق الثاني او المنتخب الثاني. صحيح. على هذه الاساس انت راح تحط ادواتك في الملعب، راح تطبق فلسفتك. صحيح. في الملعب. فنفس ما قلنا الامتحان الحقيقي حق المنتخب البحريني هو هي المباراة القادمة. هي الامتحان الحقيقي. من بعد ركلة الجزاء محمد اللي سجل منها الإمارات هدف التعادل، هل كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة للمنتخب البحريني أو كانت نتيجة مرضية ممكن نطلع بها إيجابية؟ شوف للأمانة لو بتسأل أي واحد قبل المباراة بتقول له ترضى بالتعادل، راح يقول لك أنا راضي بالتعادل. لكن بعد ما شفنا وضع المباراة. بالضبط، ظروف المباراة أنك تسجل في آخر ربع ساعة وبعدين تستقبل هدف مشكوك في صحته. نعم. خاصة تحدثنا احنا عن الفار اللي راح يكون يطبق من الكوارتر فاينل، يعني ما اعرف انت اذا بتطبق شيء لازم يكون من بداية البطولة مو من نص البطولة. صحيح. يا تطبقه يا ما تطبقه، فما راح نتطرق على هذا الموضوع أكيد. لكن الطريقة اللي تعادل فيها المنتخب البحريني هني ممكن اللي احنا نقول اليوم نتيجة سلبية، لكن بشكل عام انا اشوف لا نتيجة ايجابية. والامتحان الحقيقي متى ما المنتخب البحريني قدر يعود الكرة ويخلق الفرص، هني نقدر نقول المنتخب البحريني ممكن يوصل لابعد مرحله. بالنسبه حق تبديلات سكوب من خلال هذه المباراه، التبديلات الثلاثه اللي اجراها، هل تبديلات يعني نقول ايجابيه عادت بالنفع على طريقه اللعب اللي هو منتهجها او السياسه اللي انتهجها من خلال هذه المباراه، او ما كانت بالخيارات الصائبه نقدر نقول؟ للامانه محمد انا اشوف في تنشيط اكثر من شيء ثاني. الثلاث يعني تبديلات كانت تنشيطيه. لا في شوف بالبدايه طلع جمال. نعم. دخل عبد الله يوسف، هاي تبديل تنشيطي عشان انت تنشط الناحيه الهجوميه. التبديل الثاني هذه التبديل اللي عمل مشكله في رايي، يعني انت دخول محمد مرهون. بالضبط، دخول محمد مرهون مو يعني مو الموضوع او انتقاد على اللاعب نفسه، لا. نعم. بس انت كفريق قاعد تلعب من كم 85 دقيقه مسكر كل المساحات على المنتخب الاماراتي، قاعد تلعب انت بالظهير احمد موجود. صحيح. ومعاه سيد ضياء قاعد يضم معاه. نعم. فانت ليش تدخل مرهون وتغير من الرسم التكتيكي وترجع سيد ضياء؟ انت تعمل ربكه. صحيح. في اخر خمس دقائق او ست دقائق، هاي التبديل اللي انا ما فهمته للامانه. انت دام الديفنسيف شيب عندك جاهز، ليش انت تروح تغيره او تعمل ربكه؟ لان انت لما تغير الخطه الرسم التكتيكي في الملعب. نعم. اللاعبين يحتاجون دقيقه لدقيقتين عشان يتمركزون بالطريقه. نعم. الصحيحه في الملعب. صحيح. هاي الشيء في رايي اثر. احنا ما ننتقد اللاعب، ليش اللاعب دخل وسوى البلنتي؟ لا هذه طقت فيه شيء طبيعي اكيد. يعني ما يلام عليها، بس ما يلام عليها. بس انه شنو الفكره من وراء هذه التبديل؟ للامانه ما فهمته. كان فيها يعني فيها شويه مثل ما نقول التغيير مبهم، ما في مبواضح. لو كان فريش ليجز مثل ما نقول تغيير. او مجرد تنشيط كان ممكن احمد جمعه اذا هو تعبان احمد عبد الله ممكن ينزل مكانه. اذا كان سيد ضياء ما قاعد يؤدي على المستوى الامامي هو يطلع برا الملعب ويدخل مكان محمد مرهون، لكن التغيير اللي حدث شويه غريب. نظرتك محمد قبل لا نختم في منتخبنا البحريني بالقادم، شنو ممكن يطبق او الاسلوب الانسب اللي يقدمه في مباراته القادمه؟ الاسلوب الانسب محمد اذا نفس ما قلنا اذا يبي يطبقه لازم يكون عارف اسلوب الفريق الثاني، لكن بالاسم
المفروض ان المنتخب في المباراه الجايه يبني اجمات اكثر، بس مو معناته يتسرع. صحيح. لا ما يتسرع، ياخذ المباراه 90 دقيقه، يعني ما سجل في اول ربع ساعه 20 دقيقه ما يغير اسلوبه عشان انه ما سجل او لا. صحيح. يتم على الاسلوب، هذا الاسلوب محمد يجيب لك بطولات، هذا الاسلوب عطى اليونان بطوله في اليورو، هذا الاسلوب يعطي ايطاليا تقريبا كل بطولاته، فهذا الاسلوب يجيب بطولات. لكن لكن انت شلون لازم تتجنب الاخطاء، يعني صحيح. شوف الاسلوب الدفاعي دائما لازم يكون دقيق وما يكون في اخطاء. اليوم الخطا اللي صار من رضابه في الدقيقه الخامسه كان ممكن يغير المباراه. صحيح. تماما، وكان ممكن يعني ان البحرين ما يطلع بهالمستوى اللي طلع فيه من خلال هذه المباراه، لنقدر نقول نتيجه ايجابيه مرضيه للشارع البحريني نوعا ما. يعني نقول هذه النقطه اعطتنا يعني تقريبا 50% احنا ان شاء الله في الدور الثاني من هذه البطوله. اعتقد انا يعني اخالفك. لا ليش تخالفني؟ لان اليوم احنا كسبنا نقطه محمد، نقطه مهمه جدا، نقطه جدا مهمه، بس صحيح. ما تحطنا 50%، لا للحين باقي 6 نقاط في الملعب، 6 نقاط في الملعب مع فارق المستويات. من وجهه نظري انا 50% بالذات ان نظام البطوله 4 6 مجموعات واربع فرق يصعدون كاحسن 3 من 6، اعتقد يعني النقطه هذه فيها 50% شك. وجهه نظري يعني. وجهه نظر بس محمد، انت متى ما تدش المباريات وحاس نفسك ان انت متاهل ما راح تادي، ما راح تادي 100%. المنتخب مو حاس انه متاهل، انا من ناحيتي انا حاسه ان انا متاهل للدور الثاني. محمد شكرا لك على تواجدك وعلى كل النقاط اللي ذكرتها اليوم وافدتنا فيها، اكيد لنا لقاءات قادمه ان شاء الله. حاضر لكم محمد، سعيد جدا بتواجدي معك اليوم. اكيد احنا سعيدين اكثر. اذا اعزائي المشاهدين، هذه التفاصيل اللي ذكرناها معاكم في مباراة المنتخب اليوم في افتتاحية نهائيات كأس آسيا، أداء مرضي نسبيا، نتيجة إيجابية، مباراة افتتاحية بما تحمله المعنى من كلمة بكل أمورها التكتيكية وكل تحفظها وترقبها من خلال أمورها الفنية وتخطيط أو خطط وسياسات المدربين في هذه المباراة. كانت فيها تحفظ كبير، كان فيها يعني مثل ما نقول رقابة أكبر وعدم تسرع، محافظة على أن يطلعون بالنتيجة الأفضل. فالنقطة كانت إيجابية، التعادل إيجابي، على أمل أن هذه النقطة تكون هي سبب في تأهل منتخبنا للدور الثاني. لنا لقاءات معكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله في المباراة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تصبحون على خير.